السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خديجة. كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير، وشكرا على المتابعة وعلى المساندة ديالكم للقناة ديالي. اليوم غادي نحضروا هذا الكيك ديال الحامض ديال السيترون. كنحتاجوا جوج ديال المعالق ديال عصير الحامض، حامضة كنعصروها، وعندنا معلقة كبيرة ديال القشور ديال الحامض محكوك أو الليمون مبشور، عندي 200 غرام ديال الزبدة مذابة وخليتها تبرد، عندي 300 غرام ديال الفارينة من نوع ممتاز، عندي 150 غرام ديال السكر، والسكر كيبقى على حسب الاختيار، عندي 15 غرام ديال الخميرة ديال الحلويات ما يعادل 2 ديال الخناشي وشوية الماء، عندي 3 ديال البيضات يكونوا صغار ولا 2 يكونوا كبار. ودابا غادي نبداو على بركه الله. غادي نديرو البيض ديالنا، ثلاثه البيضات ديالي قلت لكم الحجم ديالهم صغير، لكن الحجم كبير كنكتفيو غير بجوجات، كيكونوا بدرجه حراره المطبخ دائما، ما كنحتاجوش الطراب الكهربائي. هنا غادي ندير السكر ديالي 150 غرام، وغنبقى نطرب بحال هكا البيض ديالي حتى يدوب ليا السكر وكيتبدل ليا اللون ديال البيض، كيعود اللون ديالو فاتح. صافي، كنتوقف على خفق البيض. هاد العمليه كتحتاج منا 5 دقائق، ماشي بزاف. هذا هو شكل البيض ديالي. من بعد كنضيف عليه الزبده كتكون مذابه وكنخليوها تبرد من طبيعه الحال. انا كنفضل ندير فيه الزبده، كتجي النكهه ديالو ممتازه. هذا الكيك اللي درنا فيه الزبده في بلاصه الزيت، كنضيفو كاع المواد دفعه واحده. هذا الحامض ديالي، حامض عصرتها، قشور الحامض، قشور الحامض مبشورة، كندمج الخليط ديالي دائما. من بعد غادي نضيف عليه قبسة الملح، مع التحريك دائما. نضيف الدقيق ديالي، ثلاثمية غرام دقيق الأبيض، مع 15 غرام ديال خميرة الحلويات ما يعادل 2 ديال الخمارات. كنغرب لكل شيء، ندخل كل شيء هكا. ودائما مع تحريك الخليط ديالي بشكل دائري، باش كنخرج منه كاع الهواء، وكنمزج جميع العناصر. انا كي قلت لكم هاد العجين وهاد الكيك ما بغيش نستعمل فيه الطراب الكهربائي، غنستعمل فيه غير الطراب اليدوي، والعجينه ديالو غادي تكون ثقيله، عاقده، ثقيله بهذا الشكل، باش كتجيني بواحد الشكل رائع. هادي هو شكل العجين، ما كتكونش خفيفه. من بعد كنحطوا العجين ديالنا في المول الخاص بينا على حسب الشكل اللي بغينا. انا درته في هذا المول هكا. كنحطوه في الفرن لدرجه الحراره 180 درجه. هذا هو شكل الكيك ديالي من بعد ما خرجته من الفران، كيبقى تزيين اختياري. انا اختاريت نزينه بسكر
نعم، كيجي مواتي مع النكهة ديال الحامض. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكة ديالنا. كنتمناها تعجبكم، كتجي زوينة بزاف وما كتحتاج منها مجهود بزاف، والريحة ديالها تبارك الله وصلان بي في الفران، كتشم الريحة ديال هذاك الحامض، والنكهة ديالها حتى هي من جربتها من بعد ما نقولش لكم يا سلام. وكيجي الشكل ديالها كيف ما هكاش شفتوها، كتجي زوينة بزاف، غير الريحة ديالها كتجي بوحدها غزالة، والمذاق ما نقولش لكم كيفاش كيجي. جربوها، ولا عجبتكم ما تنساوناش بلايك، واللي ما مشتركش في القناة يشترك في القناة. ونقول لكم بالسلامة حتى الوصفة اخرى ان شاء الله.